سؤال يتصل بالموضوع الذي نطرقه اليوم. لا أستطيع قراءة اسم الأخ، أبو علاء يبدو من رومانيا، يسأل الحقيقة، يقول: كثر الحديث عن شجرة القات في بلاد اليمن، وعلماء اليمن لم يصدروا فتوى مطلقة بخصوص هذه الشجرة، وعلما بأن بعض من الإسلاميين في اليمن يتناولون هذه الشجرة ويقول قائل إنها ليست مخدرة، فهل نقول أن علماء اليمن أدرى بشجرتهم فنبيح لهم؟ لا، فما قول فضيلتكم في ذلك؟ نقول أن علماء اليمن مبتلون بهذه الشجرة فلا نأخذ بفتواهم، إنما في المؤتمر العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات والتدخين والقات الذي انعقد في المدينة المنورة وتحت ظلال الجامعة الإسلامية هناك منذ 14 عاما، وقد شاركت فيه، اتفق العلماء الحاضرون من علماء الشرع وعلماء الطب وعلماء الصيدلة، اتفقوا جميعا على تحريم القات، وذلك لضرره الواضح. وأنا لاحظت هذا الضرر، وكنت يعني لا أعرف القات هذا، إنما عندما زرت اليمن أول مرة أزور اليمن يعني فيها، وجدت هذا، كنا مدعوين على غداء وأحد الإخوة معاه كده شيء أخضر كده، قالوا: أنت رأيت القات؟ قلتم: لا. قالوا: هذا هو القات. عايز شيء هذا القات؟ كم يا أخي بهذا؟ قال: والله اشتريته ب 150 ريال، وكان 150 ريال في ذلك الوقت يعني مبلغ كبير. فقلت له: كم يكفيك؟ يعني يكفيك أسبوع 10 أيام؟ قالوا: لا، هو سيجلس الآن يتسلى بهذا من هنا إلى المغرب يكون خلص هذا. يعني شيء يعني ده إذن أضعاف السجاير. ده احنا نحرم السجاير لأنه يعني 5 ريال ولا كذا، فما بالك بهذه؟ فيعني القات مضر. وبعدين هم بيقول لك ده بيخزن، خزن يعني ايه؟ يحطه تحت لسانه كده ويخزنه ويظل من الظهر الى قرب المغرب لا يتحرك، يعني يعطل الانسان، يهد قوته، فتعطيل القوة الإنسان، الطاقة الانسانية. وبعدين حوالي ثلث الارض، 30% من ارض اليمن مزروعة في هذا القات، ازرعوها قمح ولا ازرعوها خضروات او ازرعوها فواكه بدل ما تزرعوا هذه. فلذلك يعني القات يعني مضر، ولم أجد من علماء اليمن إلا الشيخ البحاني رحمه الله الذي ذكر يعني في كتابه في إصلاح المجتمع تحريم القات، وقال إن آفة القات ومن أول آفات القات إضاعة الأوقات إلى آخره.